السلام عليكم. لو احنا فتحنا برنامج الاوتوديسك ريكاب هتلاقي تقدر تفتح اي مشروع انت عايزه. تمام، ممكن اخر مشروع فتحت اشتغلت عليه دي want to save your change don't save، هيفتح لك مثلا مشروع بالشكل دوت عن طريق البكرة اللي في الماوس. تقدر تروح المكان اللي انت عايزه وتقدر تدوس على ديت بحيث ان دي مكان الاسكان الاولانية. تمام، تروح كده هنا وتقدر تلف وتقدر تتنقل للتانية زي ما انت عايز بالشكل دوت. تمام، ممكن تقول له انا عايز اخش في مود الثري دي وتقول له انا من هنا عايز احدد مثلا ويندو بحيث ان الويندو هي دي اللي انت عايز تعمل عليها زوم بالشكل دوت. تمام، او تقول له انا عايز اعمل بان بحيث ان انت بتبقى مركز على جزء معين وتحركه بالشكل دوت، عايز تطلع فوق عايز تنزل تحت بالطريقه ديت. تمام، انت اصلا اول ما تقرب بيبدا يقول لك في اختصارات، يعني يقول لك مثلا لو دوست الاكس هيعمل اوربت. طيب تعال نشوف الاكس اهو بيعمل لك اوربت، بيوقف لك جزء معين وتبدا انت تلف حواليه من كل النواحي بالشكل دوت. تمام، طيب هاجي هنا هقول له انا عايز اعمل لوك، يعني كانك انت واقف في مكانك وبتحرك رقبتك كده بحيث ان انت تشوف اللي حواليك. تمام، ده المقصود باللوك. ممكن تقول له انا عايز فلاي كأن انا بطير مثلا اهو. فلاي تمام، وعندك السرعة تقدر تتحكم في السرعة بتاعتها بحيث ان انت عايز تمشي اسرع تمشي ابطأ زي ما انت عايز. تمام، دي بعض الادوات بتسهل لك بقى. تمام، لو انت في اي وقت تهت ممكن تستعين بالادوات اللي هنا ديت. تيجي على هنا تقول له انا عايز اشوف التوب عايز اشوف اي جزء انت عايزه. تمام،